أهلا يا أحمد، إزيك؟ أنا إن شاء الله هحاول أشتغل معاك النهاردة في المسألة دي، مسألة التراس اللي فيه 3 ممبرز والسبورت كمان مايل. على أساس المسألة دي بتجمع تقريبا كل المشاكل اللي موجودة في أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في أي تراس يعني. طيب، مبدئيا المسألة علشان نبقى شغالين صح، المسألة ببساطة عندنا دلوقتي ايه؟ تراس. التراس ده من 3 ممبرز، اوكي، والمثلث هو ايسوسلس ترينجل. فانا عندي هنا ال، هنا ال، واي وإي، وهنا إيه وإيه، بينما عندنا هنا إي وإيه، سكوير روت أوف 6، وهنا إل، سوري، سكوير روت أوف 2، وهنا إل سكوير روت أوف 2. لو أنا ده لو أنا فاكر صح، لو أنا غلطان أعتقد هو ده إيه اللي كانوا كاتبين. طيب، مبدئيا كده السبورت بقى، انا عندي سبورت هنا، وهي دي بقى اللعبة اللي في المسألة دي، ان انا عندي ان السبورت مايل 45 درجة، وعندي هنا سبورت تاني هوريزونتال عادي، اوكي. فالجديد هنا او المسألة هتبقى في ان انا اعمل ايه سبورت ده. طيب، عندي كمان لود هنا بي، اوكي، و هنا ده فيكست سبورت، اوكي. تعال نراجع المسألة مع بعض تاني اهي. ايه كده؟ احنا حطينا كل المعلومات بتاعتنا فيها، بحيث ان احنا عايزين الترقيم، عشان الترقيم مظبوط. 1 2 3، 1 2 3. طيب، هنحط الترقيم بتاعنا بقى. يبقى النودز بتاعتنا ادي 1 2 3، والاليمنتس 1 2 3. طبعا اسهل حاجة هنعملها دلوقتي هي element number 1، سوري، element number 2. ليه؟ لان ده عدل horizontal، فنبتدي بيه علشان نخلص منه. مبدئيا ده متوصل ب nodes 3 ل 2. ليه؟ زي ما قلنا بناخد من الشمال لليمين دايما. element number 2 نقدر نكتب ال element equation بتاعته في الجلوبال على طول. 1 0 minus 1 0 0 0 0 0 minus 1 0 1 0 0 0 0 0. وبعدين نحط هنا ال deflections displacements، آسف، عندنا u 3 v 3 U 2 V 2، وبعدين ده بيساوي عندنا اللودز بتاعتنا، هنسميهم بقى ايه، F X 3 F Y 3 F X 2 F Y. اوكي، هنلاحظ مبدئيا ان احنا عندنا ال displacement هنا عند النقطة 2 اللي هي V2 دي بصفر، اوكي. خلينا هنا ايه ناخد بالنا منها، V2 بصفر، بينما U2 حرة، و U3 و V3 مربوطين بزاوية 45 درجة، اوكي. وهنشوف دلوقتي ان المفروض ان المسألة دي هيبقى فيها دايما V3 بتساوي minus U2. المهم، فدي الجلوبال ايكويشنز بتاعت element number 2. طيب، نخش على element number 1.
هو برضو يعتبر element سهل. ليه؟ لأن أنا عندي هو vertical element، وده بيوصل من 1 ل 2، فما فيهوش أي إيه لخبطة. هنلاقي عندنا إن إحنا سوري أنا في element number 2 هنا نسيت أكتب EA over L. أوكي طيب، بالنسبة ل element number 1 هنلاقي في الزوايا بتاعته لو هو من 1 ل 2 يبقى المفروض x1 بتساوي 0، x وy1 بيساوي 0 لو خدنا الاوريجين تحت، x2 بيساوي 0 وy2 بيساوي l. يبقى بيزيكلي انا عندي كوساين ثيتا بيساوي x2 minus x1 على L اللي هي بتساوي صفر، و sin theta بتساوي y2 minus y1 على L اللي هي هتساوي 1. خلاص، فده الكوساين والساين. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول على طول الترانسفورميشن ماتريكس والستيفنس ماتريكس وكلام من ده، نقدر ناخدهم على طول احنا من الترانسفورميشن اللي عندنا في المسألة. اوكي، بحيث ان احنا نقدر ايه نعمله على طول.